امبارح كان يوم تاريخي بامتياز. امبارح العاصمة الإدارية الجديدة شهدت فعاليات تنصيب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لولاية جديدة، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية في مبنى البرلمان الجديد. الرئيس السيسي في الحقيقة كان ليه كلمة مهمة جدا عن التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية، عن رؤية السيد الرئيس خلال الفترة الرئاسية الجديدة واللي بتحقق أيضا تطلعات الشعب المصري في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي اللي بيوفر حياة كريمة لكل المصريين. طيب خلونا نتكلم بالتفصيل عن أهم محاور خطاب التنصيب ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو النهاردة الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور. صباح الفل عليك يا دكتور، منورنا. أهلا بحضرتك. طيبين. أهلا بحضرتك. وحضرتك طيب. يعني امبارح شفنا يوم عظيم من ناحية التنظيم، شفنا يعني يوم مفهوش فعلا غلطة. شفت التنظيم ده ازاي وإيه رؤيتك لده؟ خليني أقول لحضرتك الأول أنه امبارح هو يوم مربوط بأيام كتيرة كانت قبله، يعني يوم مش منفصل أبدا عن 10 سنين من يونيو 2014 لما الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى الرئاسة. لما بتشيري إلى أنه يوم ما فيش فيه غلطة، اللي هو أنه ده الطبيعي، يعني ده نتاج نظام بيشتغل طول الوقت على التفاصيل وبيشتغل طول الوقت على أنه يبقى بيصدر صورة للجمهورية الجديدة. يعني أنا رايح بأدي اليمين في العاصمة الإدارية الجديدة في المبنى الجديد للبرلمان المصري، فالأداء نفسه يتناسب مع هذه الفكرة. بس عايز ألفت الانتباه لنقطة مهمة جدا، أنه في جزئين للحدث ده. أنه الرئيس امبارح صحيح اتكلم عن خطة، لو بنتكلم على خطاب التنصيب يعني اتكلم عن خطة من 7 محاور للمستقبل. بعض الناس قالوا أنه خطاب التنصيب كان مفروض أنه يبقى فيه ما يشبه كشف الحساب عما مضى و الحديث عن المستقبل، وده حصل بالفعل. يعني مش هتقدر تعزيل اللي حصل امبارح عن مؤتمر حكاية وطن اللي هو الرئيس أعلن في نهايته ترشحه للانتخابات الرئاسية، لأن هو كان عامل ما يطلق عليه كده تجريدة للـ10 سنوات. يعني إيه اللي تقدم، إيه التحديات اللي كانت موجودة، الدولة قدرت تشتغل على إيه بالظبط، أنجزت إيه، لم تنجز ايه. انه فالمساله مكتمله بحدثين كبيرين، اللي هو المؤتمر بتاع حكايه وطن، ثم امبارح لما الرئيس اتكلم عن المستقبل. ده اللي هو بيقول ايه، انه المنهج بتاع الدوله المصريه الان هو منهج متصل، يعني مش كل حاجه لوحدها زي ما بيقولوا، ولكن لا، في رؤيه شامله طول الوقت بتحرك بيها هذا النظام. البساطة اليوم، وهنا نقدر نقف عند نقطة مهمة جدا، لأنه هو كل ما تقوم بالدولة المصرية الحقيقة في حالة من التربص جاهزة كده. فكان قبل هذا اليوم ناس كتير متوقعة أو متربصين بخطاب أنه ما يتكلموا عن الفخامة بتاعة اليوم، عن تفاصيل الإسراف بتاع اليوم. فإذا بي أنه هنا بقى المسؤولية الوطنية، انه واعتقد انه ده كان قرار من الرئيس بشكل مباشر وبشكل واضح، لانه التصور انه لما يبقى في تنصيب رئيس دوله زي دوله مصر فلازم الحدث يبقى كمان قد ده 10 مرات بالظبط. لكن اختيار انه الحفل يكون بهذه البساطه، انه زي ما الرئيس قال انه هو هيروح البرلمان، هيؤدي اليمين الدستوريه، هيزور النصب التذكاري، هيرفع العلم وينتهي الامر. لانه هنا القيمه في الحدث نفسه التنصيب، مع مراعاه يمكن ما يحدث في غزه، انه فيبقى المساله بعيده عن اجواء احتفاليه، متناسبه ايضا شويه مع الظرف الاقتصادي اللي الناس بتمر بيه. فانا شايف حتى انه اخراج اليوم بهذه الصوره في شكل من اشكال المسؤوليه الوطنيه بشكل كبير. صحيح. حضرتك يعني ذكرت جمله كده معدتها مرور الكرام، بس انا عايز اخذها بالتفصيل. حضرتك قلت ان هو يعني ايه لا يختلف كثيرا عما حدث في 2014. 2014 رئيس السيسي استلم دوله كانت منهاره بشكل كامل. في 2024 هو بيستعد لاطلاق جمهوريه جديده من خلال مدن ذكيه، ومن خلال برلمان عصري، ومن خلال مؤسسات بتبني الانسان. ازاي شايف او تقارن ما بين اليومين
يوم 2014 ويوم 2024. خليني اقول لك حاجه مهمه جدا او نجاوب على سؤال مهم جدا، هو الرئيس عمل ايه؟ يعني سؤال ممكن يبدو بسيط بس الاجابه عليه متشعبه ومعقده يعني. لكن هقول لك ببساطه شديده، لانه الناس احيانا بتبقى محتاجه من ينظم الصوره او يعيد ترتيب الصوره مره تانية. الرئيس في العشر سنين دول في ثلاث مراحل اساسيه. 2014 انت بتتكلم على دوله كانت لا تزال مختطفه، بتتكلم على جماعات ارهابيه موجوده في سيناء، بتتكلم على انظمه واجهزه خارجيه يعني بتستعد للاجهاز مره تانية على البلد، بنيه تحتيه عندك مدمره، البنيه البشريه نفسها فيها مشكله، لان انت بعد 2011 بدا الناس يحصل تغير ما، فكره قيمه العمل تتراجع، انه انا احصل على اي حاجه حتى بدون جدارتي، ده في تغير اجتماعي حصل. فكانت المهمه الاساسيه هي مهمه استرداد الدوله. كويس، المؤسسات كانت كمان منهاره، ففضلنا وقت شويه يحصل فيه عمليه الاسترداد. بعد استرداد الدوله كانت في مرحله تانية مهمه، وهي مرحله تثبيت هذه الدوله، ثم مرحله البناء. في العشر سنين اعتقد انه الثلاث مراحل دول تموا، وتموا يعني في مزاوجه مهمه جدا الناس لازم تبقى واخده بالها منها. لانه خلينا افترض معاك الرئيس جه في 2014 قال يا جماعه احنا عندنا حرب على الارهاب، عندنا احنا كان عندنا في سيناء منتخب العالم في الارهاب تقريبا، يعني احنا كنا بنحارب ارهاب من جنسيات دولي. ايوه، فكان جه صانع القرار قال دي الخريطه قدامكم، عندنا ارهاب، فاحنا هنكثف كل جهودنا ونوجه كل مواردنا لمواجهه الارهاب، ويرفع شعار بسيط جدا ان لا صوت يعلو فوق صوت الحرب ضد الارهاب. وساعتها الناس كانوا هيتجاوبوا، لان احنا كنا شايفين الارهاب تحت بيوتنا، يعني ما كانش بس بنسمع عنه في سيناء، لا انت كانت بتبقى في اغتيالات وتفجيرات وكمائن بتصطاد الناس موجوده في كل المحافظات، فما كانش الناس محتاجه دليل ان انا بحارب الارهاب. لكن انت في نفس اللحظه اللي كنت بتعمل فيها الحرب على الارهاب قررت ان انت تبدا معركه تانية في بناء الدوله بشكل مختلف. عندك مشاكل في الزراعه فبتحاول تستصلح، عندك مشاكل في المصانع فبتبدا تعيد. انت مصر كانت عندها مبادره يقول لك يعني مبادره اعاده فتح المصانع المغلقه، يعني احنا كنا في وضع صح في وضع سيء جدا، هي الناس بس مش واخده بالها من المساله. فبدات المعركتين في وقت واحد، اللي هو انك بتحارب الارهاب وبتبني البلد. كانت في معركه ثالثه مهمه جدا، ودي كانت محتاجه الجهد الاكبر، اللي هو معركه الوعي. اللي هو ايه، انا في عندي مشكله فانا لازم الشعب يبقى واعي بيها. ولذلك مثلا انا فاكر اول مره التقى الرئيس بالاعلاميين في 2014 بعد حلف اليمين بفتره قليله جدا، قال لهم احنا عندنا تحديين كبار، تحدي خارجي وده انا كفيل بيه، وتحدي داخلي هنا وانا محتاج الاعلام يشتغل عليه، لانكم لازم تبقوا مبينين للناس هو ايه الموضوع، هو احنا في انهي مرحله، ايه اللي بيتخطط للبلد دي وايه اللي البلد دي محتاجاه. ففي من اول لحظه وعي بالمشكله ايه او هو بيواجه ايه. ولما جه عبر كذا مره عن انه ما لقاش دوله، وانه وده كان وضع حقيقي وناس كتيره شهود عليه وناس كتير عارفاه. فانت انجزت خلال العشر سنين دول زي ما بقول لحضرتك المراحل الثلاثه دول، استرداد الدوله ثم تثبيتها ثم عمليه البناء الكبير. وده تم في تحديات بعضها يرجع لعوامل داخليه، يعني ما تقدرش تنكر انه في انه اذا كان هناك بعض الاخفاقات ففي اخطاء بشريه بتحصل يعني. لكن الازمه الاكبر كانت في ظروف خارجه عن اراده الجميع فيما يتعلق بوباء انت كنت بتواجهه بمسؤوليه كبيره جدا، لدرجه انك ما حصلش في مصر زي ما حصل في دول ضخمه. احنا كان في دول كنت بتلاقي مواطنين مرمين في الشارع في ايام كورونا، يعني ما لهمش اماكن في المستشفيات. انت هنا يمكن طبعا بطبيعه معامله الشعب المصري مع المصايب، لكن الدوله كمان كانت مسؤوله بشكل كبير جدا، وتم توجيه مبالغ ضخمه لمواجهه ده، وبعدين تفوق من كورونا تدخل الحرب الروسيه الاوكرانيه فتاثر عليك، وبعدين تدخل حرب غزه،
ولما احيانا كنا بنتكلم في الكلام ده في البرامج يعني، فواحد يقول لك هو انتوا يعني دي شماعه يعني، عشان هو على فكره الشماعه مش حاجه سلبيه، لان الشماعه هي يعني هي السبب، انه سبب المشكله ايه. فانت قدرت تشتغل في ظل كل هذه التحديات. لما جه النهارده بقى بتطلق من العاصمه الاداريه اللي هي تعتبر في حد ذاتها تحدي، ورمزيه انك تبقى عندك اصرار. يعني الرئيس كان ممكن ان يؤدي لامين الدستوريه بعد اعلان نتيجه الانتخابات مباشره، يعني ما فيش فيه شرط انه هي لازم يبقى يؤدي اليمين في اليوم الفلاني. لكن انك تبقى منتظر انه يكتمل البرلمان وانك تؤدي اليمين من العاصمه الاداريه تحديدا، دي رمزيه ثانيه الى انه انت انهيت هذه المراحل، ثم انك بتتطلع للمستقبل في المرحله اللي جايه. صحيح. طب بنتكلم دايما عن انه مصر بتتجه بكل قوتها نحو الجمهوريه الجديده، بنسمع الجمله دي بشكل كبير. يمكن حضرتك دلوقتي اتكلمت على التنميه في مجالات عده، منها رفع الوعي والصحه، يعني الدوله قامت بدور كبير في الفتره اللي فاتت. خليني اتكلم معاك عن قد ايه مهم تنصيب رئيس في العاصمه الاداريه الجديده، ونشوف الشكل ده للبرلمان. برلمان في الحقيقه احنا يعني واحنا حتى بنتفرج حاجه تدعو الى الفخر، يعني حاجه مبنيه على 26 فدان، بنتكلم على صرح عظيم. التنظيم كان هايل. انا بس عايزه اقف عند الحته دي ليه؟ لانه دايما مهم ان احنا نتكلم عن حدث يليق بدوله كبيره زي مصر. خليني اخد يعني لبدايه الكلام اخر جمله حضرتك قلتيها، انه احيانا بنعاني من انه في احساس عام عند بعض الناس انه احنا قليلين. كويس؟ حقيقي. وانه اللي بيحصل ده كتير علينا، يعني انه رغم انه نفس الاحساس العام ده بتلاقيه بيقعد يتامل احداث في دول اخرى بره، وحاجات في دول اخرى، ويقول لك امتى يبقى عندنا في مصر ده. بس دي حته نفسيه انت تقدري ترصديها بسهوله، او تقولي بلاش نقول ان احنا ناس بتحس ان احنا قليلين شويه، ناس بتبقى مستكتره على نفسها انه يبقى عندها احداث ضخمه بالشكل ده او عندها. وهنا بقى مساله العاصمه الاداريه الجديده، لانه العاصمه الاداريه الجديده الحقيقه يعني الانصاف يقتضي ان احنا ما نتكلمش عنها انها مباني او طرق موجوده او منشات، دي نموذج. انت بتتكلم على معنى اكبر، انه هذه العاصمه الاداريه ليها رمزيه نفسيه مهمه جدا. لانه خلي بالك، وده تقدري تربطيه بحاجه تانية، يعني لما الرئيس جه وقال نعمل توسعه لقناه السويس، اللي هو او عملنا قناه السويس الجديده، وكان في اصرار انه المصريين هم اللي يدفعوا الفلوس. احنا تقريبا في اقل من شهر الناس كانت مجمعه حوالي 64 مليار جنيه تقريبا. وبعد كده لما الرئيس قال هو كان بيفكر في المسألة دي ازاي، قال احنا كنا خارجين من فترة فيها احساس صعب جدا انه الناس ما تقدرش تعمل انجاز، وانه الشعب ده ما يقدرش يعمل حاجة، وانه الشعب ده مغلوب على امره، وانه فاذا بيه هو يحفز هذا الشعب لمشروع ضخم زي ده ويبقى بفلوسه فينجزه بشكل سريع. احيانا الشعوب بتبقى محتاجة الى يعني احداث او الى مشروعات او الى افكار بتنمي عندها احساس الفخر القومي، ان انا اقدر اعمل، ان انا اقدر انتصر. من كام سنه الناس كانت قاعده تتكلم على ان البلد بقت زحمه وان احنا محتاجين نتوسع في الصحراء، وطول الوقت كنا بنتكلم على ده. ده كان مفتاح مهم جدا. كل ما تيجي تتكلمي يقول لك يا جماعه احنا ايه، ما هي الصحراء واسعه اهي، ليه ما بنبنيش في الصحراء. خلي بالك انه كل هذه المشروعات دي مشروعات الدولة المصرية، وهو الرئيس قاله اكتر من مرة، ورئيس الوزراء قاله اكتر من مرة، فالعاصمة الادارية هي مشروع الدولة المصرية. كان ينقص هذا المشروع ايه؟ وده مؤشر بقى مهم، انه تكون في ارادة سياسية وادارة حكومية عشان المشروع يتعمل. وده مؤشر مهم بالنسبة لي، انه الفارق بين هذه الفترة وفترات سابقة دون تقييمها إيجابا أو سلبا، يعني أنه هذه الفترة بتتوفر فيها حالة هذه الثنائية تحديدا، أنه في إرادة سياسية قوية جدا، وفي إدارة قادرة وجريئة أنها تعمل مشروعات كبيرة، لأن المشروعات دي كانت موجودة على الورق وموجودة في أدراج الدولة المصرية. لما طلعت هذه المشروعات وبدأت تعمليها، اللي هي ترجمة لاحتياجات دولة،
يعني انا عايز اعمل، صحيح عايز اعمل مدن جديده، وانت بتتكلم في 12 مدينه ذكيه، والرئيس اتكلم على فكره التنميه العمرانيه في الولايه الجديده، وانه بيستكمل التنميه العمرانيه. انت بتغيري ثقافه، وده اللي عامل المقاومه. يعني هقول لك مثلا في فكره المدن الجديده، احنا عندنا ثقافه في مصر طول الوقت ان الناس يعني تعمل بالقرب من مكان سكنها، يعني انت بتشتغل جنب بيتك، دي ثقافه مهمه جدا. وتلاقي انه لو واحد من محافظه مثلا جه اشتغل في القاهره، اهله يحلفوا بغربته ويبقى حاسين ان هو في غربه وبتاع، والراجل بيبقى عاوز ايه، يعمل بيت ويجوز ولاده، وولاده يخلفوا في البيت، وبعدين احفاده يتجوزوا في نفس البيت، ما حدش يمشي يقول لك ان ولادي دي ثقافه. الثقافه دي اللي بتقاوم انك انت، طيب انا مش عايز اعمل لك شغلك جنب بيتك، لا انا عايز اعمل لك بيتك جنب شغلك. فانت تبقى موجود في محافظه، فتروح مكان تاني في المجتمعات الجديده دي، فيبقى كنت لسه اقول لحضرتك الشغل بتاعك جنب سكنك. دي ثقافه، وعلى فكره الثقافه دي بتقاوم مقاومه مش محسوسه، مقاومه ناعمه لاي رغبه في البناء او اي رغبه في التطور. فانت ما كنتيش بتبني مدن او بتبني عاصمه اداريه، انت بتغيري ثقافه بقالها كتير جدا. وبعدين بعض الناس احيانا مخضوضه من حاله الفخامه اللي موجوده في المباني، واللي هي الجمله الاساسيه اللي لما كنت بتتكلمي على فكره انه ده يليق بمصر. احنا بلد كبيره يليق بيها ان يبقى عندك مبنى البرلمان بهذا الشكل، يبقى عندك المباني بتاعت الوزارات بهذا الشكل. صحيح. فتيجي واحد يقول لك لا، بس احنا ما هو احنا الظروف، ليه نبني في ده؟ تتكلم على سمعه وصوره بلد في النهايه، على فكره بتتشكل بيه حاجات كتيره جدا، لانه انت سمعتك وقوتك بتشكل بفنك، بتشكل بثقافتك، بتشكل بنظافتك. طبعا انت كانت عندك مشكله في الميديا العالميه طول الوقت، ناس بتتكلم على القاهره بقت مدينه قذره ومش نظيفه، والناس مش عارفه تعيش فيها، والسياحه مش ماشيه عشان البلد، قالوا 20-50 يتوقف المرور تماما، البلد متكسره. فعندك مشروع انك بتعمل يعني مدن جديده وبتحافظ على المدن القديمه، لانه هنا زي ما بقول لك في فكر بيحرك الحكايه. لكن الازمه في ايه؟ انه طول الوقت، واعتقد دي ازمه كبيره جدا في مصر دلوقتي، انك بتسيب المتن وتمسك في الهامش. واقول لك زي اللي حصل امبارح مثلا، كل الصوره اللي معروضه دي، فتيجي تلاقي الناس بتتكلم على ايه، يقول لك ايه ده هم كده، العاصمه الاداريه دي بقت العاصمه، والقاهره دي بقت ارياف. قريت الحكايه دي صح كده. وخلاص بقى الناس اللي من المحافظات، القاهره بقت ارياف. طب دون الادراك يا جماعه، انت ماسك في انهي قضيه ومهتم بيها وبتتكلم بيها؟ يعني انت سايب كل اللي حاصل ده وبتتكلم في حاجه خطا، لانه العاصمه الاداريه هي امتداد لشرق القاهره، يعني هي لا تزال او هي الان جزء من محافظه القاهره اللي هي عاصمه مصر، اللي فيها مقر البرلمان، وده قرار متاخد من 2022، يعني مش جديد. لكن احنا عندنا الازمه دي طول الوقت، انك بتسيب المتن الموضوع المهم وتمسك فيه الهامش وفي الحاجات الفرعيه. بالظبط كده. امبارح السيد الرئيس يعني كان له عدد من الرسائل، الرسائل دي كانت رسائل للداخل، اتكلم فيها عن مستهدفات النقد الاجنبي وتنميه الصناعه وخلافه، ورسائل ايضا للخارج بوجوده في العاصمه الاداريه الجديده وظهوره في مبنى البرلمان، وكان ليه 7 مستهدفات اتكلم فيهم عن خطته في المرحله القادمه. شفت ازاي هذه الرسائل، وشفت ازاي ايضا تاثيرها على الراي العام؟ بص، هي الرسائل بتترجم اولا منهج الرئيس شخصيا، لانه انت بتتكلم انه في بلد زي مصر بيبقى الرئيس وشخصيه الرئيس يعني جزء مهم جدا في المنظومه، كلها. فانا شايف ان الرساله المهمه الاساسيه اللي هو الكلام عن الامن القومي لمصر، طبعا اللي هو ده في الاولويه الاولى حتى دايما في رسائله، ويمكن ده مهم كمان اكتر في هذه الفتره، لانه يمكن الناس يمكن ما تعرفش كتير جدا، انك من اكتوبر ال 23، من بعد عمليه طوفان الاقصى، الامن القومي المصري تعرض لمجموعه من اصعب الاختبارات. ويمكن يعني في كلام كتير جدا ما بيتقالش، وفي كواليس كتير جدا ما بتعلنش،
لكن انت تعرضت لكم من الضغوط تحديدا في حكايه رفح تهجير الفلسطينيين وتسكنهم في سيناء. صحيح. بص، ضغوط لا تتخيلها سياسيه ودبلوماسيه واقتصاديه. انت ما تقدرش تعزل اللي بيحصل عن ان في مخطط كبير جدا، في قوه كبيره واقفه وراه وعايزه تنفذه، وانت جيت في لحظه وعايز اقول للناس حاجه، يوم 7 اكتوبر، كان الرئيس في زياره لمركز اداره المعلومات في العاصمه الاداريه الصبح. تمام. احنا كنا بنتكلم على عمليه طوفان الاقصى دي، بدا الناس تتكلم في حدود الساعه 9 الساعه 10. حصل. فالرئيس عمل اجتماع بعد مباشره في العاصمه الاداريه، واتكلموا عن تقدير الموقف. ويومها الرئيس قال للمجموعه اللي موجوده، قال لهم خلي بالكم انه احنا هنواجه فتح ملف التهجير تاني. اللي بيحصل ده مش خناقه ما بين يعني اسرائيل وحماس، ولكن انت قدام فتح ملف. وكانت ايه، ايام بسيطه ولقينا ان الامور اتفتحت في هذا الموضوع تحديدا، والناس بتتكلم عن التهجير وبتتكلم عن تسكين الفلسطينيين 48 ساعه وابتدى الموضوع تقريبا ده. ففي هنا ايه، ففي هنا وعي اصلا بالمخاطر اللي انت بتعرض ليه. فاما تبقى اول رساله عندك اللي هو الامن القومي المصري وصيانه الامن القومي المصري، دي رساله للخارج ورساله مطمئنه للداخل، لانه كم الاشاعات كمان اللي اتقالت على هامش الموضوع. يعني كل ما مصر تنجح في ملف يقول لك اه عصوا فيه خطه للتهجير وهم متفقين عليها، فتيجي استثمارات يقول لك لا لا ده تمن الخطه اللي مش عارف ايه. حصل. تمام. حصل فعلا. فاللي هو ايه لازم في حكايه المؤامره دي، واتكشف الموضوع ببيان قدام الناس كلها. دي نقطة، فهو انك تحط الامن القومي المصري، فانت بتتكلم هنا عن رسالة مزدوجة، رسالة للخارج ورسالة للداخل. الرئيس اجمل في رسائل مطالبات كتيرة جدا، يعني الناس بتتكلم وامبارح عن الانفتاح السياسي، فيجي التأكيد على استمرار الحوار الوطني وعلى الاستجابة للمخرجات بتاعة الحوار الوطني بشكل كبير. وكأن انت هنا كل الطلبات بتاعة الناس بتترجم في خطط. لما تيجي تتكلم على التعهد، بزيادة الاستثمارات، كويس، التعهد. وهنا تقدر تتكلم في ملف مهم جدا، لانه انت هتجيب استثمارات من بره، بس انت هنا لازم تشتغل، لازم تنتج. يعني انا عشان اقلل الفجوة دي اللي انا بعاني منها طول الوقت، فانت تلاقي الدولة اهتمت باستصلاح اراضي وبتهتم بمسألة الصناعة، يعني إذا جاز التعبير. فأنت بتتكلم على إدارة بتقوم باللي عليها، يمكن الناس محتاجة كمان تبقى ماشية في نفس الموجة. دول مثلا كانوا ثلاث رسائل مهمين جدا، الأمن القومي والحوار الوطني ومسألة الاستثمار. دي الرسائل الخارج والداخل، وهنستكمل لكن أكيد فيه هنستكمل بعد الفاصل. نستكمل رسائل سيادة الرئيس خلال فعاليات تنصيبه لولاية جديدة. معانا ضيفنا، نورنا في الاستوديو الفقرة الجاية، الدكتور محمد الباس، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور. خليكم معانا، هنرجع تاني. مرحبا بحضراتكم مره تانية، مكملين كلامنا مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو النهارده، الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الاداره والتحرير بجريده الدستور. صباح الفل عليك يا دكتور، منورنا. عايزين نتكلم عن اهميه تعزيز ودعم المشاركه السياسيه والديمقراطيه خاصه للشباب، ورئيس عبد الفتاح السيسي امبارح وجه بده. خليني اقول لك على حاجه، احنا خاصه في الحوار الوطني طبعا. لا، احنا الناس برضو لازم تبقى فاهمه حاجه مهمه جدا. مصر من 2014 يمكن لسنوات متقدمة شوية، كانت المشكلة فيها إيه؟ أنه الناس بتتعامل مع وضع استثنائي بقواعد تقليدية فيما يتعلق حتى بالممارسات السياسية. يعني أنت كنت بتكلمي فعلا على بلد في وضع استثنائي، محاربة إرهاب وغيره، فكنت بتلاقي في دعوات طول الوقت بتتكلم على ايه، انه الممارسه السياسيه التقليديه العاديه اللي هي تتناسب مع وضع مستقر. لما جت الدعوه للحوار الوطني، بعض الناس كانت بتفسر انه النظام دعا لحوار وطني
او يعني لانه في ازمه وانه محتاج القوى السياسيه تيجي تقعد معاه عشان تحل هذه الازمه. انا كنت شايف انه الدعوه للحوار الوطني كانت ترجمه لاستقرار بلد، استقرار دوله. يعني احنا مرينا بفترات كانت فيها مشاكل وكانت في اجراءات استثنائيه اتخذت، وكان في يعني كل اللي الناس كانت بتقول عليه كان موجود، لكن ده كان لضروره. انتفت هذه الاسباب فبقى عندي حاله انفتاح سياسي، لدرجه عايز اقول لك انه مثلا كان بعض الناس مشاركين في الحوار الوطني في المراحل الاولى هم مش مصدقين، مش مستوعبين. والكلام اللي اتقال في جلسات الحوار الوطني يمكن ما فيش معارضه في تاريخ مصر قبل كده كان فوق سقف التوقعات. حصل تقول هذا الكلام ويذاع على الهوى فاحنا قدام اداره ما عندهاش هذه المشكله. بالعكس انت ترجمه دعوتها للحوار انك وصلتي لمرحله من الاستقرار. انا بيبقى عندي مشكله تانية انك بتطالبي الاحزاب والقوى السياسيه واللي هم بينادوا بيه المشاركه السياسيه وتوسيع الطرق والافاق ان هم يكونوا على قدر هذه المسؤوليه او يكونوا على قدر هذه الدعوات. ان الحياه مفتوحه، انت لما عملت انتخابات رئاسيه وكان فيها رؤساء احزاب والناس طلعت في التلفزيون واتكلمت وانتقدت فتبدا في ايه حاله التشكيك. انا بتهيألي انه الناس محتاجه تصدق ان احنا نقدر يبقى عندنا ممارسه سياسيه حقيقيه ومدعومه. يعني الرئيس لما يجي يقول لك انه هو الذي دعا للحوار الوطني والدوله هي اللي وفرت كل الدعم اللوجستي لانه الحوار ده يتم، ولا تتخيل انه اداره الحوار الوطني نفسها يعني في جنود مجهولين كده ورا حكايه الحوار الوطني دي، انه ازاي اصلا يتعمل ويطلع. او عايز اقول لك على حاجه، التعامل مع المعارضه المصريه اصعب 100 مره من التعامل مع النظام. كويس، فدي نقطه مهمه، ولما الرئيس هنا يؤكد عليها الناس مفروض تبني على ده بشكل اساسي. لكن انا توقفت مثلا عند حاجه مهمه جدا. الرئيس بيتكلم على تعظيم الموارد البشريه في مصر وتحديدا في مساله التعليم، لانه احنا عندنا مشكله ومحتاجين نشتغل عليها في الفتره الجايه. تقدري تلخصيها كده في انه في جوده المواطن المصري. جوده المواطن المصري بقى اللي هو المدرس، الدكتور، المهندس، اللي بيكون في الشارع، الاعلامي، المواطن المصري. احنا عندنا مشكله في الجوده، الايزو بتاع البني ادمين، في جوده السلعه. يعني اذا اعتبرنا ان المواطن المصري ده سلعه فاحنا عندنا مشكله في الجوده بتاعتها، مشكله كبيره في الجوده بتاعتها. فلما تيجي تبقي مركزه فيجي يقول لك ان الولايه الجديده، احنا اتكلمنا عن بناء الانسان، وانا اقول لك على حاجه، انا كنت معترض على فكره الشعار بتاع بناء الانسان ده، لانه دي مرحله كانت ترميم الانسان الاول. يعني الانسان المصري تعرض فعلا لمجموعه من التشوهات وتعرض لمجموعه من المشاكل خلال العقود الماضيه، فانت كنت محتاجه ترميم الانسان المصري. انا بتكلم هنا على مشروع قومي والله لجوده، اللي هو يعني رفع مستوى جوده المواطن المصري في كل منصب وفي كل عمل، حتى لو زي ما بقول لحضرتك من اللي بيكتب الشارع وده على دماغ الجميع لرئيس الوزراء، يعني اللي هو المسؤول التنفيذي يعني المرموق ده، يبقى في جوده في بتكلم على الوزراء، بتكلم على المحافظين، بتكلم على المسؤولين في كل المستويات في الدوله، الجوده بتاعتهم لازم ترتفع. فامبارح لما اتكلم تعظيم الموارد البشريه فانت هنا وعي، ودي نقطه مهمه بقى، وعي بالقيمه الاساسيه او الثروه الاساسيه اللي مصر بتمتلكها. يعني احنا بلد يمكن ما عندناش موارد طبيعيه ضخمه، لكن عندك موارد بشريه ضخمه يعني ما شاء الله. وازاي انك تحولي العدد المهول ده من السكان من انك قاعده تقولي انه هو فعلا، انت بتتكلمي على الزياده السكانيه في مصر ده بمثابه انتحار جماعي، فازاي تحولي الانتحار الجماعي ده لقيمه كبيره؟ يعني العدد اللي احنا بنشتكي منه انه ضاغط على الخدمات وضاغط على الموارد وانه التنميه اللي بتحصل مش متواجبه مع الزياده السكانيه، ونقعد نلف في ده. فازاي انك ترفعي جوده الانسان المصري فتصبح الزياده السكانيه دي نعمه للبلد مش نقمه عليها. لان هو البشر في النهايه هو بيتحول لعبء ببساطه شديده جدا، لانه لما بيبقى ما بينتجش فبيبقى عبء على الدوله. طب اذا كان اضافه يبقى كويس جدا، طب ما بدل ما نبقى 100 مليون ما نبقى 200 مليون. صحيح. بس نبقى 200 مليون بننتج،
مش 200 مليون. وشفنا بعض الاقتصاديات يعني اللي كان ليها بالظبط كان ليها. هي دي الفكره، الفكره انه الناس محتاجه نمط مختلف من التفكير. وانا عايز اقول لحضرتك على حاجه، ودي قيمه انا اخشى والله العظيم، او فرصه كمان جت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي تحديدا، انه اخشى ان احنا نهدرها، انه في رغبه في تفكير، في يعني تغيير التفكير بشكل عام، تغيير الافكار بشكل عام، مش بس زي ما بقول لك انه احنا عندنا مشروعات وعندنا بنى وعندنا يعني حتى في 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 التغيير للتفكير، انك بتغير نمط حياه ناس اللي كانوا في العشوائيات فراحوا لاماكن حضريه. هنا انت مش بتجيبه من اوضه وصاله الى بيت او الى شقه، انت بتغير نمط تفكيره نفسه. الولاد بيتعلموا ازاي، بيتربوا ازاي، صحتهم بتبقى عامله ازاي. التغيير ده انا اخشى ان احنا نهدر بجد الفرصه المتاحه صحيح. للناس. ونقطه مهمه جدا انا كنت بقولها دايما بتكلم، الناس في مصر محتاجه تصدق، يعني تصدق ان احنا نقدر نعمل، وتصدق ان احنا نقدر ننجز، وتصدق انت كان عندك ازمه اقتصاديه ما كانش حد يتخيل انك ممكن تخرجي منها خالص، فاذا بيكي جايه بتشتغلي على بتدير القصه دي استثمارات، وده اللي حولنا لنقطه الدولار يا دكتور. الاستثمارات صحيح. مثلا عايز اقول لك على حاجه ويمكن ناس كتير، كان في لقاء مع الرئيس بعد الاحتفال بتاع كليه الشرطه اللي فات، وبعد الاحتفال العام يعني كان في لقاء مع بعض الاعلاميين والنواب والسياسيين، والرئيس قال جمله، قال يا جماعه المرحله الجايه احنا هنعمل قهر للدولار. كويس، وقتها كانت الازمه يعني في يناير مستفحل. كانت ازمه صعبه لدرجه ان في بعض الناس يعني ايه، طب ازاي، طب رايحين على فين. لكن انا بكلمك عن تعبير الرئيس اللي استخدمه وقتها، قال احنا هنقوم بعمليه قهر للدولار. لما بتيجي بص المعرفه بتريح زي ما بيقول، احنا كان عندنا مشكله اساسيه، يعني الموارد الاساسيه بتاعتك في الدولار ولاسباب خارجيه كانت متراجعه. قناه السويس اللي هو ده المورد المستقر الثابت اللي ما كانش حد بيقرب منه، بالعكس كان بيزيد. فقناه السويس كانت تراجع لدرجه بتتكلم في 40% في التراجع، وبسبب الاحداث بتاعه الحرب والقلق اللي حصل في البحر في اليمن في اليمن. التحويلات بتاع المصريين في الخارج مثلا، وعايز اقول لك ارقام ممكن ناس ممكن ما تبقاش متخيلها. انت المعدل الطبيعي بتاع تحويلات المصريين في الخارج من الخارج كان يوميا في الاوضاع الطبيعيه ما بين 26 ل 30 مليون دولار يوميا. خلال الازمه دي التحويلات من الخارج تقريبا وصلت في بعض الايام لنص مليون دولار. فتتكلم عن تراجع مبلغ طبعا ضخم جداً من من 26 30 يعني ما بين ده الى انه وصل لنص مليون، وكان في بعض من الايام اللي هي 26 مليون دولار يوميا لنص مليون كتحويلات الى نص مليون، وفي ايام وصلت 2 مليون دولار، فكانت الناس مبتهجه انه احنا عندنا انجاز دلوقتي بعد التعويم بعد الاجراءات اللي اتخذت. في ناس كتيره يعني مش مستوعبه، بدا يبقى في انه من 22 و24 ويرجع 26 مليون دولار يوميا تاني من تحويلات المصريين في الخارج. كويس، فانت كان في عندك ازمه اساسيه. خلي بالك الدوله ما بتحلش مساله الدولار مثلا بالعافيه، يعني مش يعني دي ازمه مش عافيه طبعا. لا انت وفي نقطه مهمه خلي بالك، لما جه موضوع راس الحكمه كويس، طيب يا جماعه فين الاستثمارات؟ مش ده اللي بيحصل؟ وانه هذا لم يستطع جذب الاستثمارات، والحكومه فشلت في جذب الاستثمارات، فالاستثمار لما بيجي فيقول لك لا انتوا بتبيعوا البلد، انتوا بتبيعوا لا في، لانه هنا انا بقول لك في مشكله شويه في يعني التلقي، وهنا ما بتقدرش تقول للناس انتوا مش فاهمين، لكن في شوشره حصلت على الحكايه. انت حضرتك قلت كلمه صح جدا، احنا معظم الوقت حاسين ان احنا ما نقدرش، ان احنا دي نقطة دي مشكلة كبيرة ده. دي مشكلة كبيرة ودي لازم تبقى بتتغير. وهنا هو احيانا بص في اكواد كده في كلام الرئيس، انا بعتبر ايه انه ده خطاب سياسي من رأس الدولة المصرية. في اكواد لو اتفكت شفرتها بس هو يقول لك احنا لازم نبقى كده، احنا نقدر نعمل، واحنا ما حدش يقدر علينا، واحنا دي كلها بتبقى ايه اكواد لتحفيز الناس، لانه احنا فعلا ما احنا فعلا نقدر. هو انت المشهد اللي الناس شافوه في استاد العاصمه الاداريه الجديده ده ايه؟ صح
صح صحيح. بص هنا ايه، في هنا رمزيات كده من غير ما تتكلم عنها كتير. لا واحنا بس عايزين انه الناس لما يعني لو حابين ان انتوا تنتقدوا مفيش مشكله، بس روحوا العاصمه الاداريه الجديده شوفوها. يعني لا هو انا هو شخصيا كل مره انا بروح على فكره من اول ما بدات تماما، وكل مره بشوف اختلاف جذري، بشوف اختلاف كبير جدا. بس انا هقول لك على حاجه، ودي نقطه مهمه جدا عشان الناس تبقى متوافقه حتى مع اللي احنا بنقوله، انه اللي بيحصل هناك ده استثمار مش بس للحاضر، ده للجاي. وهو النقطه اللي الناس لازم تبقى يعني خلينا اقول بلاش نقول مؤمنه بيها. ما هو اي حاجه لازم يدفع لها ثمن. صحيح. يعني الضغط اللي الناس فيه، فانت تيجي تقولي له روح العاصمه الاداريه يقول لك بس انا ما معيش. ايوه ما هو انت ما معكش الوقت، لانه في ثمن الدفع. الازمه الاقتصاديه دي ده عباره عن ثمن الدفع ليه بلد بتتبني. البنى ده بعد كده هيبقى ليه عائد كبير جدا. هيبقى ليه عائد كبير جدا. فالمعنى انه العاصمه الاداريه دي والمشروعات دي بتقول لك انه الازمه اللي انت مريت بيها او الثمن اللي انت دفعته ده ما راحش هدر. لا ده موجود، ودي نقطه مهمه جدا. صحيح. على اي حال احنا في خلال حوارنا مع حضرتك استعرضنا اهم الرسائل للرئيس عبد الفتاح السيسي ارسلها سواء للراي العام الداخلي المصري او للخارج. يعني رسائل قد تكون في صورة كلمات قالها الرئيس، أو حتى رسائل قد تكون موجودة في الصورة التي ظهر بها الرئيس في العاصمة الإدارية في البرلمان خلال لقائه مع الشباب خلال تجوله في هذه العاصمة الذكية. بنشكرك دكتور محمد الباز رئيس مجلس الإدارة وتحرير جديد الدستور، نورتنا وشرفتنا. شكرا في استوديو صباح الخير. شكرا فندم.